أن العبد قد تكون له منزلة عند الله عز وجل لا يبلغها إلا بهذه المصيبة التي تحرق فؤاده. فقد جاء في الحديث إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وفي الحديث الآخر إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. فلو يدري هذا المحزون وهذا المهموم وهذا القلق أن هذه المصيبة هي الرافعة التي ترفعه إلى تلك المنازل العالية لفرح بها.